صوت العرب من القاهرة بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة. تاريخنا ماضينا حضارة أثار، صور ملاحم، قصص وانبهار، ما بين الخيال والأساطير، مغامرات غدير وبكير. غدير وبكير في عالم الأساطير، تكتبها مروى محي، مدحت رياض، هندسة إذاعية محمود صبري، الإخراج سعدي حسين. وبعدين يا جماعة، بعد المناقشة الأخيرة اللي حصلت بين منيلاوس وأخيلاوس، شكل في مشكلة جديدة هتحصل في الجيش. بصراحة يا بكير، أجاممنون هو اللي ابتدى، يعني علشان اضطر يرجع الملكة لوالدها الكاهن لازم ياخد أسيرة تاني مكانها، وما لقاش غير أخيل اللي عايز ياخد الأسيرة اللي معاه، هو كده اللي عايز يعصب. والله يا نادر ما عارف أقول إيه دلوقتي، أخيلاوس بيهدد إن لو أجاممنون صمم ياخد منه برسيس فأخيلاوس هينسحب بجيشه كله، ومتهيألي ده هيهز باقي الجيوش. أخيلاوس عارف مكانته كويس ومقامه وسط الجيوش يا غدير، وعارف انه لو مشي وساب الحرب ان ده هيعمل خلل لأجاممنون، ومن الناحية التانية هو وعد برسيس عائلة أبولو انها هتعيش في حماه، يعني لو خدوها منه ده هيهز موقفه قدام نفسه، وهو طول عمره فارس قوي وقد كلمته. طيب يا هدهد، بدل ما نقعد نفكر كتير، تعالوا بينا نروح لخيمة أجاممنون ونعرف رد فعله بعد ما منيلاوس هيبلغه بكلام أخيلاوس. يعني أخيلاوس بيهددني يا منيلاوس؟ اتجرأ إنه يهدد أجاممنون؟ أخيلاوس بيتعصب بسرعة يا أجاممنون، وأنا عارف إنه بيعتبر برسيس صديقته، وهو وعد إنه هيحميها، ولو وافق واديها لك كده هو بيخل بوعده معاه. هي أسيرة عندنا، وعد ايه ده اللي وعده لها؟ انا ماليش علاقة بالكلام ده، وانا قائد الجيش، لما اطلب اي حاجة او اطلب وجود اي أسيرة في المعسكر كلامي يتنفذ في الحال، وما ينفعش حد من القادة بتوعي يهددني بالانسحاب. هو أخيلاوس ده ما بيتعلمش ابدا؟ ما تعلمش من اللي حصل مع بلاميدس لما اكتشفنا انه بيخنا؟ لا لا، ما تخلطش الامور يا جنب. موقف بلاميدس غير موقف أخيلاوس، وبعدين هو متعصب شوية وبعدها هيهدى. بقولك ايه، ما تصرف نظر عن وجود الأسيرة دي، الموضوع مش مستاهل. لا يا منيلاوس، ما ينفعش ارضخ لتهديد أخيلاوس، لو عملت كده يبقى بسهولة اي حد يهددني باللي هو عايزه، وانا مفروض انفذ. بقول لك ايه، قول لأخيلاوس لو عايز يمشي مع الف سلامه، احنا مش محتاجين وجوده في حاجه، جيوشنا كفيله انها تحارب طرواده من غير جيشه. يا أجاممنون، لو أخيلاوس مشي ده هيقلل من عزيمه الجنود، كلهم بيحبوه وبيحبوا يحاربوا معاه. احنا كفيلين يا منيلاوس اننا نعلي العزيمه في الجنود بتوعنا من غيره، خليك متأكد من ده، وابعت هات برسيس النهاردة، وابعت سلامي لأخيلاوس وقول له أتمنى يرجع وطنه بالسلامة مع جيشه. قول لي يا منيلاوس، أجاممنون قرر إيه؟ أجاممنون مصمم ياخد برسيس يا أخيلاوس، وبيقول لك ما يصحش تهدد القائد بتاعك وقت الحرب علشان أسيرة. لما أجاممنون يخل بالاتفاق اللي بيننا في توزيع الأسرة يبقى هو اللي غلطان، وأنا ما برجعش في كلامي وهنسحب مع جيشي. محدش فينا يقدر يجبرك إنك تستنى أو تحارب ضد إرادتك، وبنشكرك يا أخيلاوس على مساعدتك لينا السنين اللي فاتت، نتمنى توصل لمملكتك في سلام. العفو يا منيلاوس، ياريت تبعت تجيب برسيس علشان أخدها معايا وأسلمها لأجاممنون. تقدر تستنى برا الخيمة يا منيلاوس، وانا هجيب لك برسيس. حاضر حاضر يا أخيلاوس، هستنى. برسيس برسيس. نعم يا أخيلاوس،
محتاجة أعمل لك حاجة؟ أنا آسف يا برسيس، مش هقدر أحافظ على وعدي ليكي، مش هقدر أحميكي. تقصد إن أجاممنون موافقش على شروطك ومصمم ياخدني؟ أنا سمعت الجنود بيتكلموا في الموضوع ده. يا برسيس، أنا قررت أرجع تاني مملكة فيثيا، وإنت من ضمن أسرى الحرب، يعني ملك للجيش وملك القائد الجيش، وهو طلب يستردك، وأخوه منيلاوس مستنيكي برا الخيمة. يعني إيه؟ هتسيبني يا أخيلاس؟ مش هتقدر تحميني زي ما وعدتني؟ أنت هتكوني في حمى أجاممنون قائد جميع الجيوش، وما تقلقيش، أجاممنون بيعامل أي واحدة باحترام، وأكيد هيحافظ عليكي، خصوصا إنك عابدة لأبولو. بس أنا مش عايز أسيبك يا أخيلاس، خليني معاك، خليني أسافر معاك، أهرب وأسافر معاك من غير ما حد يعرف. الكلام ده ما ينفعش دلوقتي يا برسيس، وعموما أنا لسه قدامي كام يوم لحد ما استعد للسفر، ولما أكون جاهز للسفر هقولك. لو لقيت إن أجاممنون ما حافظش عليكي هاخدك معايا، ما تخافيش. اتفقنا اتفقنا يا أخي ليوس، وأنا هستنى رسالتك بتحديد ميعاد سفرك. بس عشان خاطري، حاول دايما تتحكم في غضبك، اوعى غضبك يتحكم فيك. حاضر يا برسيس، هحاول. يلا دلوقتي، يلا عشان منيلاوس مستنيكي برا. مع السلامة، مع السلامة يا أخي ليوس. مع السلامة يا برسيس. باتروكولوس، باتروكولوس. نعم يا أخي ليوس، في إيه؟ تعال بسرعة، إحنا هننسحب من الحرب. روح وابدأ بلغ أفراد الجيش إنهم يجهزوا نفسهم ويجمعوا الحاجات اللي ممكن نحتاجها لرحلة رجوعنا لمملكة فيثيا، علشان هنتحرك في أقرب وقت. أنت متأكد من قرارك ده يا أخي ليوس؟ هنسيب الحرب بعد السنين اللي مرت بينا دي كلها؟ هنسيب كل حاجة لأجاممنون ومنيلاوس؟ أيوة يا باتروكولوس، هنسيب كل حاجة ونمشي، وزي ما قلتلك ابدأ جهز الجيش عشان نرجع لمملكتنا. أخيلاوس شكله متضايق قوي يا جماعة، ومش طايق نفسه ولا طايق المعسكر بالجيش كله. هو خرج من خيمته يبكير ورايح يقعد جنب شط البحر، تقريبا كده البحر بيهديه. انت نسيت يا نادر ان مامته تبقى الحورية سيتس، وكل ما بيتعب او بيتضايق بينده عليها، هي دايما اللي بتعرف تساعده. صح يا غريب، هو بينده على والدته سيتس. سامعينه يا سيتس؟ يا امي سيتس، انت فين يا امي؟ انا محتاج لك. انا هنا يا اخي ليوس، انا هنا جنبك. عرفتي اللي حصل يا امي؟ عرفتي ان الاول مره ما اقدرش اوفي بوعدي؟ عرفتي اجاممنون عمل فيا ايه؟ عرفتي يا اخي ليوس. هو انا كمان عايزك تعرف ان اللي عمله اجاممنون ده مش هيعدي بالسهل. انا قررت انسحب بجيوشي يا امي، انا هسيب طروادة، هسيب الحرب. كلامك كان صح من البداية، ما كانش مفروض أسافر وحارب معاهم. انت عايز تنسحب يا أخي ليوس علشان خدوا منك برسيس، ولا عايز تبعت رسالة بريموس وتقول انك هتنسحب ومش هتحارب جيوش طروادة عشان يوافق يجوزك بنت بولكسينا؟ مش متأكد بالظبط يا أمي، يمكن عشان السببين، لكن اللي متأكد منه اني مش هحارب تاني مع أجاممنون أبدا. هو بيسحب كلامه ووعوده، واللي زيه أنا ما أمنش حارب جنبه. ما تقلقش يا فيليس، أنا هجيب لك حق، هو أجاممنون هينول عقاب. هتعملي إيه يا أمي؟ هشتكي لزيوس على اللي حصل، وهو مش هيسكت. زيوس أصلا مش موافق على الحرب، ومش عاجبه تصرفات أجاممنون. هي إله زيوس انصرنا، ابني فيليس الظلم، أجاممنون ظلم وأهانه، رد لابني كرامته. هي إله زيوس. ما تخافيش على ابنك يا سيتس، هرد له كرامته ورجع له حقه، وأجاممنون هيشوف أيام صعبة وطويلة، هيتمنى الزمن يرجع تاني علشان يغير كلامه، هيتمنى إنه ما كانش اتولد من أساس، وزي ما أجاممنون ظلم هيتزلق. سؤال الحلقة 40 بعد 100
ماذا كان قرار أخيليوس بعد تمسك أجاممنون بمطلبه؟ الحرب ضد أجاممنون، سرقة أجاممنون، الرحيل عن طروادة. ترسل الإجابات الصحيحة على إيميل هيئة تنشيط السياحة eta.awareness@egypt.travel. الإيميل بالتفصيل eta.awareness@egypt.travel. مغامرات غدير وبكير. مغامرات غدير وبكير. الموسيقى إهداء دكتور رامي مصطفى. غدير وبكير في عالم الأساطير، تكتبها مروى محي، مدحت رياض. الإخراج سعدي حسين.